السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن الكويريز. لو دخلنا على الويب سايت هنا وجينا على الكويريز، هتلاقي فيه مجموعة من الديفولت كويريز زي مين all users all client system all systems all personal devices. طب system by last log on user. يت كويريز بتفيدك اللي انت بتطلع داتا بسرعه عن حاجه انت عاوزها، زي ما شفنا في الديناميك كولكشنز الكويريز كانت مفيده لينا ازاي. طب انا مثلا عاوز اعمل كويري بالاول انستولد اول كل الاجهزه اللي عليها مثلا ادوب، انا مش محتاج دلوقتي ان انا اروح اعمل كولكشن مخصوصه عشان اطلع منها النوايز بتاعت عليها ادوب. يعني حتى لما هعمل كولكشن هضطر ابقى اخش على ادفايس كولكشن فيها الادوب واقوم فاتحها واقوم اكتب بقى اسم 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 اسم، فعشان لان ده هيك انا مش عاوز اعمل كده، انا عاوز حل سهل اطلع منه الاجهزه دي. فابسط حل ان انا باجي هنا في مونيتورنج واقوم انا ادخل على كويريز بنفس الكونسيبت اللي احنا اشتغلنا بيه قبل كده. كريت كويري هقول له ديفايسز ويز ايه الكويري ستيتمنت، كرايتيريا يو سيلكت ايه بقى انستولد ابس، نفس الخطوات اللي احنا مشيناها المره اللي فاتت. واحنا بنعمل الكوليكشن ديسبلاي نيم اوكي فاليو هتبقى هتبقى اوكي ليميتد كوليكشن، لو نو كوليكشن ليميتد هو كده هيسيرش في كل الكوليكشن. نيكست نيكست ده الكويري هو دبليو كي ال كويري كلوز. هي كانت لك الكويري هنا ديفايسز ويز ادو، لو انت عملت عليه دبل كليك كده هيرن وهيطلع لك الديفايسز ويز ادو. كل الداتا الخاصة بالديفايس ده زي الاي دي وزي النيم بتاعه وزي النيم الاخر اليوزر لوجن عليه والكلام ده البي سي. طب انا عاوز اكستمايز الفيو ده، مش عاوز كل الحاجات دي تظهر لي، فباجي هنا في الكويري وبقول له كليك ان بروجريسز. في الايديت كويري ستيتمنت هقول له والله انا عاوز طلع لي سيستم ريسورس الديفايس نيم اوكي وعاوزك تطلع لي الاي بي بس ده. اوكي فلو جيت هنا على الكويريز وعملت رن الكويري تاني هتلاقي المرة دي كل الأجهزة اللي فيها أدوب هي اللاب بي سي والاي بي ادريس بتاعته الاي بي فيرجن 4 والاي بي فيرجن 6 اهو. ليه دي سي 01 ما ظهرش؟ علشان هو لغاية دلوقتي ما عملتلوش ديسكفر تاني في الديفايسز. فاحنا كده بكل بساطة شفنا حتة كويريز، عرفنا ان احنا بنقدر كويري كانت كويري زي ما كانت بالظبط الكويري بتاع الكوليكشن، واقدر اكستمايز الفيو بتاع الكويري اللي انا عاوز اظهره هنا. طب انا عاوز اكسبورت الريزلت بتاعت الكويري، الطريقه بتاعت الاكسبورت بتاعت الكويري هتقول كنترول سي، المفروض لو كذا في كذا حاجه فانت بتقول كنترول اي وبعد كده كنترول سي اللي انا هاخدهم كوبي يعني، بعد كده هتحطهم في ملف اكسل. لو جيت هنا في تكست فايل مثلا قلت له تكست فهو ظهرهم لك هنا في ملف الاكسل. هتقوم انت المفروض لو ده ملف اكسل هتاخد كده في ملف الاكسل وعايز تبقى كل حاجة في تابة، وهتقدر تعمل بقى عليهم الفلترنج والسيرش زي ما انت عاوز براحتك. يبقى حتة بس بسيطة في حتة الكويريز. الكويريز اللي انت بتكريتها هنا تقدر تستخدمها اللي انت تعمل كوليكشن بيها،
زي مثلا انا عملنا نيو كويري الكويري ستيتمنت مثلا، عاوز كل الاجهزه اللي عليها البي سي بايوس بتاعتها بي سي بايوس مانيفاكتشر بتاعها هو فونكس. حتة البي سي بايوس مانيفاكتشر دي تقدر تستخدمها عشان تحدد مثلا هل التوب الديل ولا التوب اتش بي والكلام ده. خلينا نقول اوكي بايوس. اوكي انا دلوقتي كتبت الكويري. لو انا عاوز اعمل بقى كوليكشن بالكويري ده، هاجي هنا device collection create collection device everything collection برضه هخليها full system next add rule query rule. المرة دي فلما أقول له import query statement هقول له أنا عاوز query اسمه بايوس. أوكي أديله name هنا next كده كلوز. فانا لو كريت كويري في تحت الكويريز في المونيتور هقدر استخدمه ان انا اقدر اعمل بيه كولكشن من نوعها كويري بيست كولكشن. وادي اللاب بي سي بتاعنا برضه اللي هو مبني على الفينكس بايوس. كده خلصنا كلامنا عن الكويريز. الى اللقاء في الفيديو القادم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.